نبدأ من هذا اليوم الذي بدأناه اليوم في أول أيام شهر شعبان لنسمع منك شيخ عصام فضل هذا الشهر وكيف للمسلم أن يستفيد من هذا الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن لله عز وجل في دهره نفحات وأيام وعظات وعبر. الإنسان المسلم يتعرض لهذه النفحات ويستفيد بها، لأن الله عز وجل جعلها مواسم ليغسل الإنسان نفسه من الذنوب ومن الآثام ومن المعاصي. والله عز وجل جعل في العام كله والأيام والأسابيع ما يسمى بحمامات الذنوب أو مغاسل الذنوب. نعم. كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم كان يغتسل منه كل يوم 5 مرات أكان ذلك يبقي من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. نعم. فالصلوات الخمس مكفرات، الجمعة إلى الجمعة مكفرات، رمضان إلى رمضان مكفرات، عرفة، الحج، العمرة، كل هذه الأعمال جعلها الله عز وجل في أيام الناس من باب أن يطهر الإنسان نفسه حتى لا يدع فرصة ليتطهر، فمن حرم هذه الفرص فقد حرم الخير كلهم. نعم. من هذه الفرص شهر رمضان المعظم الذي بقي عليه شهر واحد ليأتي وليهل علينا ببركاته وخيراته وأنواره وفيوضاته. شعبان هو معسكر تمرين يتمرن الإنسان فيه على شهر رمضان. شهر شعبان حدثت فيه تحويل القبلة على أشهر الآراء، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يكثر فيه من الصيام. فأنصح إخواني ونفسي يعني بكثرة الصيام، بأن يضبط الإنسان ورده في قراءة القرآن، حتى إذا ما جاء رمضان استطاع الإنسان أن يتعبد إلى الله عبادة صحيحة قويمة. يضع لنفسه برنامج يهيئ فيه قدر الاستطاعة من القيام والصيام، حتى إذا جاء رمضان استطاع. للإنسان بيدخل على رمضان فيبقى صيام وقيام وعبادة مرة واحدة، يشق على الإنسان أن يفعل هذه العبادة بهذا الشكل. أما إذا تمرن عليها في شهر شعبان كان ذلك أمرا يسيرا عليه. فأنصح إخواني ونفسي بوضع برنامج مبسط صغير جدا، يكون من باب أشبه أي لاعب بينزل الملعب عشان يلعب 90 دقيقة بلياقة عالية بيسخن برا، رغم بيتمرن كل يوم، لكن التسخين ليه؟ عشان يبقى مستعد وجاهز، ما يجلوش شد عضلي، ما يتعبش، ما يرهقش، نفسه ما يتقطعش عشان يكمل 90 دقيقة. انت عشان تكمل 30 يوم بتاع رمضان محتاج تتمرن 30 يوم بتوع شعبان على قد ما تقدر فيه على أعمال رمضان، وربنا يتقبل منا ومنكم أجمعين. شيخ عصام، لماذا كان يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن شهر المسلمين يجتهدون في شهر رجب ويستعدون لشهر رمضان ويتناسون شهر شعبان؟ لأنه هو قال يعني في إحدى حديثه أنه يرفع العمل في شهر شعبان. لأن الناس تغفل عنه. ذاك شهر يغفل الناس عنه. إني الناس رجب بتفتكروا أول الثلاثة، تبقى الناس مستعدة له. في النص زي ما احنا بالضبط في رمضان، أول 10 أيام الناس بتشد حيلة في الطاعة وآخر 10، لكن 10 اللي في النص من 11 ل20 الناس بتريح وتهمد وترنخ شوية. ليه؟ لأني في النص. دايما الحاجة اللي في النص بتبقى فيها المسألة إيه يعني المسألة فيها. فهو ذاك شهر يغفل الناس عنه من باب أنه بين شهرين، رجب لأنه بداية الثلاثة، وشهر رمضان لأنه الشهر المعظم نفسه. نعم.